السلام ومرحبا الناس الكل، معكم محمد من ميد كورفيت. ناس رجع لكم اليوم فيديو جديد. الفيديو اليوم باش نحكيو فيه على كيفية اعداد وتحضير زبدة الكاكاوية وزبدة الفول السوداني. برشا تفاعلات على الفيديو السابق حول طريقة صنع وتحضير خبز قمح في المنزل. حاجة اللي فرحتني برشا ناس بعثت لي تصور على الخبز كيفاش حضرته. دونك نحب نشكرها على التفاعل هذا. ان شاء الله في الايام القادمه باش نوريكم طرق اخرى لصناعه الخبز باش تكون زاد اسهل. اليوم دونك باش نعملوا فيديو على طريقه تحضير زبده الفول السوداني او زبده الكاكاويه. طريقه سهله وما فيهاش برشا تعقيدات. دونك عندنا الكاكاويه، هذه هي الكاكاويه والفول السوداني. ديما تحرص كي تجي باش تعمل زبده الفول السوداني الكاليتي والنوعيه نتاع الكاكاويه تكون مغذيه جديده ماشي قديمه برشا وماشي منديه، باش الكونتيتي والكميه الزايده تكون فيها كميه كبيره وتساعدك الحاجه هذيا في راحيه. دونك كما قلت الكاكاويه مغذيه تاخذها نيه وتحضرها في الفول نتاعك، جيست تخليها درجه ونص درجين كرون ماكس وتعس عليها، ما تخليهاش تكحل برشا وما تخليهاش تحمر برشا. دونك دوب ليش دوب ما تحمر. دونك فوالا توا باش نبداو نحضروا المنطقه. نصبوا الكاكاوي نتاعنا، صبينا الكاكاويه ما نعملو شيء، جوست فقط بالطبيعة الروبو كيما الروبو هذا يساعد باش تقوم بالعملية هذيا. ترحيها ديما ترحيها وتعمل عليها طلة، راكم كيما تشوفوا هذا ديجا بدات تترحى. نزيدو نرحيوها، تعمل عليها طلة فقط بالمرافة. نهبطو ليكوان هكا باش تترحى بباهي. هذا هكا تكون زبدة الفول السوداني أو الكاكاوية حضرت. نعملوا عليها طلة، دونك فوالا اللون نتاعها فاتح. هذه أعز طريقة وأحسن طريقة لصناعتها، ما تكونش غامقة برشا، خاطر على قد ما تكحال وتغمق على قد ما المنفعة نتاعها تنقص. دونك طريقة سهلة وسريعة ما تطلبش برشا وقت. الناس اللي تلقى صعوبة في رحية، وقت رحية تبدا رزينة شوية، تنجم تزيدها شوية ماء دافئ، شوية تبعها شوية ماء دافئ فقط. لا تزيد زيتون، لا تزيد ملح، لا تزيد سكر، بس تخلي منفعتها كبيرة وصحية. دونك هذه تنجم تستعملها في برشا استعمالات، تنجم تعملها مع الشوفان في وصفة للتضخيم، تنجم تعملها دي ساندويتش، تزيد معها فرماج، تزيد معها حاجة أخرى، تنجم تستعملها زادة مع الدقلة، تعمل كعبة دقلة وتحطها حشو، حاجة بنينة وفيها منفعة كبيرة جدا. دونك تنجم حتى الناس اللي عندها معناتها صغار، تنجم تعمل لهم دي ساندويتش صغارك، وتنجم زادة تعمل لهم دي روسيت دي جاتو بالزبدة الكاكاوية، حاجة صحية وبنينة. دونك فوالا، ان شاء الله الفيديو هذا عجبكم. ما تنساوش باش تتابعونا اكثر وتبارطاجيو الفيديو وتنفيتيو اصحابكم الشين يوتيوب. الشين يوتيوب هذه راهي ليكم، وباش في الايام القادمه ان شاء الله باش تعرض برشا فيديوهات حول التغذيه والتدريب. دونك ادعمونا وتابعونا وما تنساوش ميد كور فيتنس.